رح نحكي أكثر اليوم عن متلازمة بنسمع عنها كثير ولكن ما بنعرف تفاصيل أكثر ولا بنعرف شو هو الحل. متلازمة الحياة المؤجلة أو السعادة المؤجلة هي المحي المتلازمة يلي بتصيب الشباب بأعمار العشرين والثلاثين، لأنه بهي الفترة بيكون في أحداث مصيرية كثيرة، ممكن يكون في مسؤوليات إن كانت دراسية، وظيفية، اجتماعية، عاطفية. اليوم أكبر غلط إنه الشخص يأجل سعادته لبعدين، يقول انه انا بس احصل على وظيفه معينه رح اكون مبسوط اكثر، بس اتزوج رح اكون اكثر. هذا الشيء قد ايه غلط اليوم يا رشا انه ناجل؟ لازم نستمتع باللحظه اللي نحن موجودين فيها. إيه ما بدك اول شيء نحن نقدر ندرك انه هي اللحظه اللي نحن عم نعيشها ممكن ما تتعوض بحياتنا، ممكن ما ترجع تمرق علينا. فكثير من الاشخاص مثل ما قلتي هايدي انه بيقولوا انه انا بس لحتى حقق هدفي رح ارجع اشعر بالسعاده اللي انا عم بطمح لها، رح جمع مصاري لانه رح يجي يوم انا اصرفهم بالمكان الصح، وهذا اليوم اكيد ما رح يجي لانه كون تعود صح على الضب، فبتروح السعاده وبضيع العمر. وهي هات بقى نقدر نرجع يوم راح من اعمارنا. شو هي الاعراض هي المتلازمه؟ يمكن الوهله الاولى بنقول السعاده، متلازمه السعاده، اشارات استفهام كثير حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، اعراضها، اسبابها، وكيف نحن قادرين نتخلص منها، وهل هي حاله نفسيه ممكن تؤدي للاكتئاب؟ اكيد حتخبرنا عنها دكتورتنا لليوم وهي الدكتوره غاليه سعيد، اخصائيه نفسيه واجتماعيه. سعيد صباحك. يا صباح الخير. اسعد صباحك دكتوره. اهلا وسهلا فيكي. حاولنا هيك نعطي تعريف مبسط عن هي المتلازمه، موضوع حلو، حابين أكثر نتعمق بتفاصيله ونوضح للمشاهدين نحن شو بنقصد اليوم بمتلازمة الحياة المؤجلة. تمام، أول شيء شكراً على المقدمة اللي كتير حلوة اللي حكيتوها، بصراحة حكيتوا شيء واقعي وكتير نسبة كبيرة من الأشخاص عم تتعايش مع هاي الفكرة. شكراً لك. متلازمة الحياة المؤجلة مثل ما قلتي اسم شوي غريب، او الى اسم ثاني متلازمه اسمها يوما ما، او في الوقت اللاحق، او في ما بعد يعني انه المهم عم اجل عم سوي. غالبا من اسمها هي متلازمه، فهي للاسف احساس بده يلازمنا، بده يرافقنا بمراحل كثير كبيره، بمواقف كثير كثيره بحياتنا. لكن على المتلازمه الى الان خلينا نطمئن بس اللي عم يحضرونا انه ما تشخصت على انه اضطراب نفسي او عصبي، لكن بقيد الدراسه اذا ضلت مستمره وعم يضل يطلع لها كثير ضحايا هالمتلازمة للأسف ممكن تكون بوابة لأمراض ومشاعر سيئة نفسية. شو هي؟ هي نمط تفكير سلبي بإحساسنا بأنه أنا غير مستعد باللحظة الراهنة لكون سعيد، أو على الأقل ممتن، أو على الأقل مبسوط مثل ما منقول للإنجازات اللي أنا وصلان لها. قالت هايدي كلمة كتير حلوة، حصلت على الوظيفة اللي أنا كنت عم بحلم فيها، صحيح، بس مو هلأ رح أفرح، لا أقبض الراتب اللي بعده أو لتجي الترقية اللي بعده، وبالتالي الوقت عم بيمرك واللحظة اللي راحت أنا ما قدرت أستمتع فيها. الشخص اللي كنت بتمنى أني أنا أطمح أتزوج فيه أتزوجته، بس لسه بيقولوا له لا أنت سعيد مبسوط وصل، لا 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 لحتى أشوف شكل حياتي معه، أو لحتى يكون عندي أطفال، أو دائما بيحط. غالبا الأشخاص اللي بيعانوا من متلازمة الحياة المؤجلة كتير بحديثهم بتلاقيهم بيسوفوا، يلا بعد شوي، يلا ليصير، يلا لنشوف لنطلع النتائج، بيفقدوا متعة اللحظة اللي قاعدين فيها وبيتركوا سعادتهم إلى وقت ما حدا بيعرف، ويمكن ما يجي أساساً هذا الوقت، ويمكن يكون كتير طويل الأمد وبعيد. طيب هاي المتلازمة كرمال نحن ما نصل أكيد في اليوم تقنيات جداً مهمة، قبل ما نروح للتقنيات خلينا نحكي عن الأعراض الأشخاص اللي عندهم هاي المتلازمة. أكيد هي ما نك شيء كتير شائع أو ما نك كتير شيء ظاهر على الشخص تقول لك أنا عندي متلازمة السعادة اليوم يا نيالي يعني. تمام. شو هي أهم الأعراض يعني؟ بتحسي الناس سلبيين، ناس عندهم طاقة التأجيل يعني؟ لا عزيزتي، غالبا دول الاشخاص اللي بيعانوا من هذا الموضوع حتى لو وصلوا للشيء اللي بدهم اياه بتحس الفرح تبعهم مؤقت، صحيح، يعني ما بيعطوك الفرحه اللي عم يستنوها. واذا سالتيهم بقول لك خايف، دائما بيعبروا بكلمه خايف، بركي ما ضلت هاي اللحظه، بركي ما ضلت هاي السعاده، بركي صار شيء طارئ، ودائما عندهم في يعني تخيلات انه احتمال يصير هيك، احتمال يصير هيك، وحتى بهن اللحظه اللي قاعدين فيها بضلوا عم بفكروا بحاله توتر وقلق لا الحاله اللي جايه فيما بعد. طيب وبركي صار هيك، طب استمتع باللحظه اللي انت قاعد فيها. لا 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 ما بقدر، انه لعل وعسى يكون صاير هيك، لعل وعسى يصير هيك، ما بدي. غالبا نظرتهم للحياه هي ما انا كثير انه في اشياء حلوه رح تصير، هن اشخاص بيعيشوا باللحظه الراهنه اللي هي هلا فيها. دائما بتلاقي عندهم حاله من القلق،
من التوتر، من بعض التخيلات اللي ما بتكون ظابطه، بركي ما ظبطت، بركي ما نجحت، بركي سحبوا مني، بركي اخذوا مني، بركي تركي. بيجذب هي الطاقة. تمام، بضلوا بيشتغلوا على هذا الاساس، وبالتالي هذا الشيء بتلاقيهم بعد فتره عم يعانوا من مشاعر اكتئابيه كثير، بتلم منه بتلاقيهم بفيقوا الصبح متضايقين. طب شو بك؟ ما بعرف بس انا مالي رايق. صح، شو بك؟ شو بك اليوم؟ ما بعرف. طب في سبب مباشر؟ لا لا لا. وبيعبر دائما بكلمه انا خايف. خايف من شو؟ خايف من المستقبل. صحيح، يعني خايف من اللي جاي، مع انه ما بيكون في شيء واضح بس خايف من اللي جاي. فوبيا. تمام. غالبيتهم ممكن يعانوا من بعض الكوابيس بالليل، لانه بيكوبسوا بيصيروا بالشيء اللي عم بيفكروا فيه. نحن بنعرف انه الدماغ بالليل بده يمرقنا بعض المعلومات. بيعانوا من احلام اليقظه بشكل كثير كبير، لانه الخوف اللي عم يعانوه عم يترجموه على شيء عم يتحقق بالسريع. بتلاقيهم قاعدين وصافنين، عندهم كل صفنين. شو عم بتفكر؟ عم بفكر ببعد سنه وين رح كون، او بعد شهر شو رح يصير. فما بيقدر يستمتع بهي اللحظه. تمام. طيب اليوم فينا نعتبر انه هذا الشيء هو نوع من الاكتئاب ام لا؟ نحن ما فينا نعمم على الكل هذا الموضوع. تماما. للاسف دراسات كثير قالت انه العلماء انه نحن اذا ضلينا بهي المتلازمه وما قدرنا نخلص حالنا منها، فهي ارض كثير خصبه، بوابه كثير كبيره لنفوت بمشاعر الاكتئابيه. ما راح نقول دغري الاكتئاب مكبره على الاخرين. تمام. المشاعر الاكتئابيه اللي هي الاحساس بالدونيه، الاحساس بعدم التقدير الذات، الاحساس بانه انا ما عم بعمل شيء بالحياه، القلق المعمم بيكون العنوان الاساسي لاصحاب المتلازمه. دائما متوترين، دائما خايفين. فهذا الشيء اكيد بده يكون بعد فتره، ومع الفكرة الفترة ما راح تكون كبيرة. أنا بأكد لكم اللي بضل بهاي المتلازمة أو هلأ انتبه لها، بعد 15-20 يوم راح يشعر أنه بالاكتئاب، وراح يعبر أنا مكتئب، حيقول أنه أنا مكتئب. هاي الكلمة الشائعة اللي نستعملها. استسلمت. أنا اعترفت. تماما، أنا اعترفت. طيب بلا ما نروح لي الاكتئاب وما نفوت بهاي المتلازمة، أكيد اليوم في خطة علاج من قبل كأخصائيين. هل خلينا نقول أول شيء، هل هذا الشخص ممكن يقطع بهذه المرحلة ويرجع لحياته الطبيعية؟ وإذا ما قطع كيف ممكن تتعاملوا معه نفسياً؟ تمام. هلا خليني احكي شغله ما كثير حنحبها كلياتنا. بتعرفي انه نحن هلا بالوقت الراهن نسبة كثير كبيرة من شريحة المجتمع عم بتعاني من متلازمة الحياة. كلياتنا بصراحة. ليه؟ لأنه نحن عايشين على أمل انه احنا ما رح نكون فرحان بس اللي جاي رح يكون أفضل، وبالتالي عم نخسر اللحظة والاحساس باللي قدام. فنسبه كثير كبيره. طيب اليوم يا دكتوره اذا اللحظه ما انا عم تساعدك، انت كيف بدك تفرحي فيها يعني بالنهايه يعني؟ فهون بيتدخل بقى الاختصاص، بيقول لك انه نحن كرمال نخفف على حالنا، لانه انا ما بعرف شو ممكن يصير بعدها. فخليني احاول، ما حقول استمتع، خليني اقول اتقبل الوقت اللي انا عايش فيه هلا، تفاديا لحتى على الاقل اذا كل شيء منظر حواليه ما اخسر نفسي. يمكن التقبل والرضا كثير مهم. نقطه كثير اساسيه. قال التقبل والرضا حالة نوعا ما ممكن تكون جيدة، وفي دراسة إذا بتسمحوا لي حمرقها على السريع. فضل. إنه قال المتلازمة نشطت أكثر أثناء دخول وسائل التواصل الاجتماعي. عملت عزلة يعني؟ لا، لأنه عملت مقارنة. نحن كشعب مثلا صرنا نقارن مع شعوب أخرى بظروف أخرى، فصرنا نطلع إنه هدول ليش يعني مزبطين أمورهم أحسن منا، ليه هدول مثلا مرتاحين أكثر منا، هدول شو بيفرقوا أحسن منا، نحن مثلا قدراتنا أكثر بس هن إمكانياتهم أفضل. صحيح. فسوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي عملت مقارنة. إذا نقيس على الصعيد الشخصي، خليني أقول مثلا فتحت يوم من الأيام فيسبوك، لقيتي صديقتك اللي هي مو مثل مثلا مهاراتك أو أقل شوي، بس وصلت لأماكن أنت ما كنتي بتتخيليها. شو رح يصير باللحظة هيك؟ أول ثانية من أول شيء حتقولي إنه كيف وصلت هي؟ صحيح. يلا أنا بعرف أقل مني بكتير، يعني ما عندها الشيء اللي أنا بعمله. فبصير عندنا لحظة الشيء اسمه السعادة المؤجلة. إنه يا الله هي توصل وأنا بقيانة. فالمقارنة العدو الأول، واللوم هو القطع الثلاثة، اللوم والنقد والمقارنة هن البيئة المغذية لهي المتلازمة لحتى تطلع. والمعايير الاجتماعية الدقيقة جدا، بيتي لازم يكون احسن شيء، حياتي افضل شيء، شغلي افضل شيء، ما برضى غير الراتب الكامل، الزوج المثالي، العائله المثاليه، كلياتهم حضل هلا مالي سعيده ليصير بيتي مثل ما بدي، لاخذ الشغل اللي انا بحلم فيه، ليصير الاولاد مثل ما انا بدي، وقتها بصير فرحانه. تمام. بيمرق الوقت وما صار علينا شيء. تمام. واليوم قد ايه يمكن الاوضاع الماديه بتلعب دور بهذا الموضوع؟ التطورات الكبيره والتغيرات الموجوده بالحياه بتاثر اليوم وبتؤدي انه الشخص ياجل كثير من الامور. طبعاً. بحياته يمكن غصبا عنه هذا الشيء. اكيد الامور الماديه والحاله الاقتصاديه بتساعد بشكل كثير كبير. يعني اذا هلا انا بدي اقول لك افرحي باللحظه اللي انت فيها، طيب اذا انا هاي اللحظه عم بصرف عليها مصاري مين بده يعوضني عليها؟ هذا اول سؤال بيجي. لذلك نحن بنقول انه هي موجوده
بدنا نخفف عن الناس شوي انه نحن نتقبلها، ولكن بدنا نحط لها حد على الاقل انه ما تتمادى هذا الشيء، لانه الحاله النفسيه اذا ما ضبطناها بتوصلنا بحالات يعني بتخسرنا كل شيء بعدين. فالحاله الماديه ما بدنا ننكرها ابدا، موجوده وطارحه حالها وبقوه. اكيد يعني ما بقى فيكي ما عندك هي بقى الفقره باكتئاب السعاده او بدها لازم تساعدي، انه انا في اشخاص عم يضبوا ايدهم لحتى يصرفوهم بيوما ما. اليوم ما في يوما ما، ما في يوما ما. طيب الدكتوره اليوم فس في نقطه حكيتيها ولكن خليني اعقب عليها، انه نحن بنحصل على الوظيفه ما كثير بنكون مبسوطين، بنقول لانه نحن ما ترقينا او ناطره الترقيه، ولكن قد ايه شعور بشع وقت اللي انت بتحصلي على الشيء اللي بدك اياه بوقت متاخر جدا. تماما، وهون بروح الشغف، وهي نقطة من نقاط متلازمة الحياة المؤجلة، فقدان الشغف. ولا تستهينوا بالكلمة أبداً. شيء كنتي أنتي عم بتحاربي لتوصلي له وتأخر كتير أو كتير بذلتي مجهود، بس لما وصلتي له بتقولي طب، بيقول لك طب هي وصلتي، مالي حاسة بالإحساس اللي أنا عندي. هاي الفرق ليه؟ لأنه راح الشغف من هذا الموضوع، إما لأنه كان كتير الطريق متعب، أو لأنه اضطريت أني أعمل هيك وهيك وأتعذب وأدفع كتير غرامات تجاه هذا الشيء، فرح الشغف. وبالتالي بوصل لهي المرحله بعاني من فقدان الشغف يلي هو الانهيدونيا، بيصير بشكل مؤلم. نعم. ومتلازمه الحياه المؤجله. تمام، وحكينا يمكن وضوينا كثير عن سلبيات هي المتلازمه، اليوم في شيء ايجابي بهذا الموضوع؟ ممكن تكون الحاله طبيعيه او لا، ممكن تكون فعلا خطيره على الشخص؟ هلا بتكون طبيعيه اذا لقيتي حالك، راقبتي حالك، انك انت بين كل فتره وفتره في عندك شيء بفرحك. يعني شفتي صديقتك تسريتي ولو انه ربع ساعه، تمام، اكلتي اكله طيبه فانسريتي ولو انه 10 دقائق، فمعناتها نوعا ما انا عم عاني من مشاعر بس مالي عايشه بالمتلازمه. لكن اذا لقيت انا كل شيء عم بيصير بحياتي عادي، اوكي شو يعني، ما كثير فرحان، ما ماشي تمشايت حال، فانا هون لا لازم اوقف شوي واقول انه لا في مشكله مشان ما اتمادى فيما بعد وفوت بدوامات اخرى. بلا ما نفوت بدوامات، بدنا هيك نصائح لليوم لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم، كيف احنا قادرين نحاول نقنع انفسنا اليوم؟ اقنعوا انفسكم يا جماعه انه احنا وليدين هي اللحظه اللي نقدر نعيشها صح ونخلي بكره لبكره. اكيد اليوم الحذر واجب يعني، ولكن طبعاً ما نروح بفوبيا الخوف، هذا كمان انت عم تصدري للناس اللي حواليك بالنهايه. اكيد طبعا. دكتوره اليوم هيك بنصائح بموضوع السعاده. تمام، اول شيء انه نحن نحاول عن جد نعيش كل لحظه انه كانه هي اخر يوم. في مقوله كثير حلوه، عيش اخر يوم كانه هو اخر انجاز بحياتك. نوعا ما اذا بنقتنع فيها خلينا نقول بتريح شوي. النقطة اللي كتير مهمة بعد، دوروا على الناس اللي بتساعدك لتكوني مبسوطة. يعني مثلا عندك صديقة، إذا أنت عملتي أظافرك وطلعوا كتير حلوين، فهي بتعبر بطريقة كتير حلوة إنه يا الله شو حلوين. شفتي هذا الإحساس هيك، إنه روحي لعندها، حاولي إنك أنت تكوني موجودة معها. عاملة اليوم شعرك بطريقة كتير حلوة، فهي الرفيقة اللي معك كل ما بتشوفك كتير بتقلك يا الله شو حلو، كتير حبيت، فهي بتعطيكي هذا الإحساس الحلو، هاي الطاقة الحلوة. هاي الشغلات بعد فترة بتصير تراكمية. وكافئوا حالكم لو بفنجان قهوة وقطعة شوكولا. اللي ما بحب الشوكولا أكيد، واللي ما بحب الشوكولا بيعود بشغلة أنتي بتحبيها. يعني عزموا حالكم على أكلة طيبة ولو لحالك، اشتري قطعة شوكولا تكفي حالك فيها، وقفي على المراية احكي مع حالك بطريقة هيك ظريفة ولطيفة. ما لقيتي حدا يمدحك، أوكي أنا أحسن حدا على هالكرة الأرضية وبدلل حالي. يمكن لأنه صوت وصدى القصة، كثير بنشوف إنه ناس عن جد بتوقف على المراية بتقول أنا حلوة، أنا اليوم حيكون يومي حلو، أنا ماني بحاجة حدا، أنا قوية، وهي بترددات بتجي يعني صح. عبر صدى الحياة بالنهاية. أولا بتكوني عم تحكي على الأقل مع حدا فهمان، ما تشوفي صورتك على المراية يعني حدا ما رح يناقشك كثير، حدا فهمان الواقع تماما يعني. وثانيا بتكوني عن جد يعني نوعا ما عم هيك يعني عم تشوفي وجه حلو. وعلى فكرة مو غلط أبدا توقفوا على المراية وتتغزلوا بحالكم. في ناس تقول لك شو هذا درب جنان يعني، تغزلي بحالك وقولي شو هالوجه الحلو وشو الشعرات الحلوة، طول مالك واقفة. كل ما مرقتي واحدة من الناس اللي عالجت حالها من متلازمة الحياة المؤجلة كانت حاطة مراية، وكل ما بتمرق بتطلع على المراية تقول تسلم لي هالوش الحلو. فإنه بعد فترة حست إنه صار في عندها حالة من الدعم الذاتي وقدرت تستمتع باللحظة. اكيد بالختام معلومات كثير مهمه اليوم من حضرتك، خصوصا انه نسبه كثير كبيره من الاشخاص اليوم مصابين بهي المتلازمه. لهيك دائما حبوا حالكم وتقبلوا اغلاطكم وعيوبكم، وكونوا دائما ممتنين ليومكم العادي وروتينكم، انه هو اكبر نعمه يا رشا. اكيد هايدي، شكرا دكتوره لحضورك، يومك حلو وسعيد بعيدا عن المتلازمه يعني. ان شاء الله كلياتنا سوا يا رب. حبيبتي كلك ذوق، اهلا وسهلا بحضرتك، نورتي صباحنا لليوم.